طيب هنشوف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، ودي كده ايه نتعرف على بعض بشكل يعني مختلف. طبعا احنا قعدنا معاكم قبل التصوير وعرفنا بعض الاجابات، فهنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه. اوكي هوجه سؤالي الاول للاسره اللي على يميني. استاذ تامر، ايه اكتر كرتون كندا بتحبه؟ هو اكتر حاجه بلاقيها شغاله في البيت جامبل. جامبل، برافو. ايه يا ماما اكتر كرتون عمر بيحبه؟ عمر بيشغل الكرتون بس ما بيتفرجش عليه، بس هو بيحب مستر بين، صح؟ ها؟ وايه كمان؟ ما قالش كده. ايه ده، ما قلتش مستر بين. الله، ده بس لسه. طيب ايه، امال اللي بيبقى شغال ده بيبقى شغال؟ طب انا بفكر كده، حابه اتفرج جامبل. جامبل برضه؟ اه برضه. طيب شفتي بقى ماشي على خطى اخته. انا بروح اجي الاقي حاجه مختلفه. لا والله واضح ان احنا زي الفل جدا جدا. طيب هسال استاذ احمد، ايه اكتر كرتون ياسين بيحبه؟ هو عموما بيحب الانيميشن. ماشي، ايه بقى اكتر يعني كرتون؟ اجابه ديمقراطيه مش هاخد بينها حاجه. اعتقد داكس. داكس او داكتس، حاجه كده. داكستر؟ ايوه بالظبط، بس يعني ماشي. صح. ماما انت بتقولي لا؟ انت بتقولي ايه؟ بقول يا اما دراجون بول يا اما بليك جوكو. انا اسفه ان بابا عارف اكتر. بابا عارف اكتر. ده كرتون اللي مش انمي. اوكي انا ما اعرفش. طب ماما لميتا بتحب تتفرج على ايه؟ لميتا بتحب تتفرج على مسلسلات. لا، في كرتون بتحب تتفرج عليه. توم اند جيري؟ لا مش توم اند جيري. مش عارف، هالك ولا مين؟ ايه قولي. فتيات القوه. فتيات القوه يا ماما، فتيات القوه. ماشي، نسال سؤال هنا اهو ونقول، ايه اكتر شخصيه انمي او سوبر هيرو عمر متعلق بيه جدا وبيحبه جدا؟ سبايدر مان. ايوه سبايدر مان. ماما، ايه اكتر سوبر هيرو او شخصيه انمي كنت بتحبها؟ سوبر هيرو معروف على فكره. سوبر هيرو عندي منها كل حاجه. بص لها كده، بص لها شوفي. هاري بوتر. ايوه هاري بوتر، صح. ايوه عندي منها كل حاجه. ايوه بقولك بص لها كده هتعرفي متاثره بايه. هاري بوتر طبعا. ماشي ماما نيلي، قولي لي ايه اكتر سوبر هيرو متاثر بيه الاستاذ ياسين؟ جوكو. ايوه برافو. بابا لميتا. ماميا. لا لا حاجه كيوت كل البنات بتحبها جدا، بنزل عندها عالم. سندريلا. لا طبعا. وبنزل. انا عرفت، انا عرفت اللي عندها عالم. انت عرفتي اصلا؟ هي عرفت مش عارفه معاكي وعرفت. ها قولي ايه. طيب اليسا. لا مش اليسا. لا مش اليسا. ايه ده كل ما حدش عارف. ايه ده، قولي لهم انت يا لميتا. عندها عالم. باربي. باربي يا جماعه، باربي. بتحب باربي؟ ماشي اوكي. طيب نسال سؤال تاني، ايه اكتر مكان بيحب عمر يروحه في الاجازه؟ اكيد يروح يلعب كوره. بابا. هو عمر بحب ايه؟ لا كندا. كندا؟ بتحب تروح فين جدا 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 جدا؟ ما تغششوش يا كندا شايفاكي. لا بتروح بتحب مكان صيف يعني مصيف. إيه؟ فين اكتر مصيف بتحبه؟ غردقه، الساحل. لا ايه؟ سخنه. لا لا برضه انتهى كده. بتسافري فين؟ الساحل. الساحل. ايوه ماشي كندا، عايزه تتوقعي في الكلام. ماشي كندا، لذيذ لذيذ الكلام ده. يلا نقول هنا ياسين بيحب يروح فين؟ يسافر يروح فين؟ جبان. نقف جوه مصر. هنا جوه مصر. لا جوه مصر. بيحب يروح الغردقه. الغردقه. الغردقه ماما عارفه. ولميتا؟ غردقه برضه. غردقه برضه. والله شاطرين جدا جدا جدا. طب واضح ان انتوا يعني، انا حاولت ان انا اوقع بينكم وحاولت ان انا ايه اعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض ولا لا، بس خلينا نخش بقى في ايه، في الاسئله السريعه.